الحمد لله الذي أنزل علينا كتابا كالشمس وضحاها، وأرسل إلينا رسولا كالقمر إذا تلاها، فمن اقتدى بهما عاش في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها. وأشهد أن لا إله إلا الله، رفع السماء وبناها، وبسط الأرض وطحاها، وخلق النفس وسواها، فألهمها فجورها وتقواها، فأفلح من زكاها، وخاب من دساها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الذي أخبره ربه أنه أهلك ثمودا بطغواها، وأنه سبحانه وتعالى لا يخاف عقباها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أمته أولاها وأخراها. أما بعد، معاشر الصالحين، لازلنا مع آداب الصيام، لازلنا مع آداب الصيام. ومن آداب الصيام أيها الأحباب، ذكرنا في الدرس الماضي أركان الصوم التي لا يصح الصوم إلا بوجودهما، واليوم وفي هذا الدرس سنتحدث إن شاء الله تعالى عن سنن الصيام، سنن الصيام أو آداب الصيام. وكما تعلمون هناك آداب للصيام يجب مراعاتها، وهي أولا تعجيل الإفطار، وهو الإفطار عقب غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. فما دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى الخير، فهم بخير، لا يزالون بخير. أما إذا تباطؤوا ولم يفطروا مبادرين، فإن ذلك هو الشر. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه ابن حبان. ولكن أيها الأحباب، شتان ما بين من عجل بالفطور لجوع أو عطش، وبين من عجل بالفطور إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكل يأكل والكل يشرب، ولكن الفارق هو النية. لذلك قالوا: النيات تجعل العادات عبادات. وقس على ذلك، فإذا ما عجلت بالفطر فانوي امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمتثل قول الله عز وجل عن سيدنا موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. والسؤال: متى يفطر الصائم؟ الجواب: يفطر الصائم إذا غابت الشمس من مغربها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار من هاهنا، يعني من المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. رواه البخاري. ثانيا، الأفضل في الفطر أن يكون على رطب أو تمر أو ماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. رواه ابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فالتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. رواه الترمذي. ثالثا، الدعاء. فمن سنن الصيام الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. رواه أحمد. وخاصة عند الإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود. وفي رواية: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر
إن شاء الله. رواه أبو داود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.